من الشرق نيوز مشاهدينا تأتيكم مباشرة واستثناء من الصالون الدولي للكتاب في طبعته 24، وتختتم اليوم فعاليات سيلا 2019 التي اختارت السنغال ضيف شرف ومشاركة ما يربو عن 1030 دار نشر. محافظ الصالون محمد إيجارب كشف عن توصية هذه الطبعة في ندوته الصحفية التي عقدها صباحة اليوم بقاعة سيلا. متابع. Que le 50e anniversaire du PANAF puisse coïncider donc avec l'invité d'honneur qui n'a été autre que le Sénégal, ce pays, ce grand pays connu par ses traditions donc culturelles et littéraires que nous partageons fort bien. C'est une participation en tout cas positive, très positive. Et pour la partie sénégalaise qui est très contente et qui l'a manifesté à maintes reprises, donc de part d'abord, la riche programmation donc, qui a été donc, dispensée au niveau de leur stand, mais aussi leur participation au niveau du programme officiel, mais également et surtout des rencontres qui ont eu lieu entre les écrivains sénégalais, entre ces intellectuels sénégalais et leurs homologues algériens. En matière d'édition aussi, donc, il y a eu des rencontres entre les professionnels algériens, les syndicats, mais aussi les éditeurs de livres, où il a été question donc, de la création d'un syndicat africain des éditeurs de livres, mais également d'une association d'écrivains, d'auteurs africains. Il y a aussi, lors de ces rencontres-là, un intérêt pour une prochaine échanges, notamment en matière d'achat et de cession de droits de part et d'autre. هذا واستحسن بعض الناشرين والكتاب إقبال زوار سيلا 2019 ومدى تميز القارئ الجزائري عن غيره. المزيد في ميكروفون أسماء زينايدي. هذه المرة يحضر القارئ الجزائري ولديه مجموعة من الكتب من خلال شبكة الانترنت قد اطلع عليها قبل المعرض. والله في هناك تشابه كبير، دائما الإقبال، هناك إقبال كبير دائما على الرواية وعلى الكتاب التراثي. بالنسبة للطبعة هذه هي طبعة يعني طبعة مميزة عن الطبعات الأخرى، ونشوفوا كل سنة يعني فيها أشياء جديدة، فيها تغيير، فيها ربما تصحيح لأخطاء ربما جازت على الطبعات الأخرى. وشفت أنا كاين حاجة مميزة اللي عجبتني هذه المرة في ستون بافيون سنترال، كاين فضاء خاص بالنسبة للكتاب مؤلفين اللي باش يحطوا يديروا بيع أو جلسات بيع بالتوقيع. يعني ثاني كان اللي هم مدوا الفرص للجميع. أنا كنت تحدثت مع المنظمين، شفت باللي يعني ما فيش يمدوا كاع الفرص ويعطوا كاع الاوقات باش المؤلفين يعني يوضعوا كتبهم. من جهة أخرى قال بعض الناشرين أن الحراك الشعبي أثر على إقبال الزوار خاصة يوم الجمعة مقارنة بالأيام السابقة. القاهرة بس هذا العام الحراك أثر كتير جدا على المعرض ده. احنا عندنا 3 أيام من أقوى 3 أيام في المعرض، اللي هو 1 نوفمبر، يومين جمعة، ويوم جمعة جه فيه 1 نوفمبر، فكان بالنسبة لنا جمهور صعب ضعيف. بس شايف ان انا بقول ان طول عمر معرض الجزائر معرض جمهور. صدر عن مطبعة الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين التابع لوزارة العدل صدرت مؤلفات جديدة في سيلا 2019، فتحت فضاء أوسع للسجناء بالاندماج مجددا في الحياة الاجتماعية من خلال توظيفهم في المطبعة. مزيد من التفاصيل في ميكروفون أسماء زينايدي. احنا يا الديوان الوطني للأشغال التربية والتمهين، الكائن مقره في الحراش. احنا عندنا نديروا اعاده الادماج اليد العامله المحبوسه. شاركنا في المعرض الدولي هذا 24 بوحده المطبعه، عندنا مطبوعات، اخر المطبوعات، اخر الاجراءات القانونيه، اخر التعديلات. جينا هنا باش نعرفوا باليد العامله المحبوسه واش تقدر تخدم داخل الحبس، ويقدمكم لي ليفر. المهام تاعها هي احنا يجوا عندنا المحابس يكونوا كاين لجنه هي اللي تشرف عليهم هاد المحابس اللي يخرجوا يخدموا عندهم، توفر فيهم عده شروط من هاد وش يرفدوا عندهم اعاده الادماج باش هاد المحبوس غدوه ان شاء الله كي يعاود يخرج برا تكون عنده اميتي، تكون عنده حرفه في يده، تما يعاود يقدر يخدم عادي، ما عندوش مشكل. يواصل كتاب سيلا 2019 لقاء قرائهم في جلسات البيع بالتوقيع وانغماس. هي رواية من نوع الفانتازيا تسرد قصة صحفي تائه في عالم الأسرار والألغاز.
كاتبها شاب لم يتجاوز 18 ربيعا. شروق نيوز التقت به في جلسة البيع بالتوقيع يوم أمس وصرح بالتالي: القصة هي رواية تحمل قصة محقق قبل أن يكون محقق كان صحفيا، ولكنه يعني أخذ يتساءل عن الألغاز الكبرى في العالم مثل أطلانتس ولوغنس وحتى يعني قضية الدراكولا يعني مصاص دماء، وقرر أن يقوم بتحقيقات في هذه الأمور فقام بها، وهذه التحقيقات أثرت سلبا وإيجابا على يعني حياته الشخصية. وقع الكاتب الشاب أسامة رميشي حضوره في سيل 2019 من خلال مؤلفه الجديد هاجر فأنت لست شجرة. الكتاب حقق مبيعات معتبرة في سيل 2019. المزيد في ميكروفون بشير العلوي. مشوق، هو كان أثار ضجة وكان حقق أكبر المبيعات في سيل 2017. كتاب اجتماعي به 14 قصة فيه 4 فصول، الفصل الأول مجموعة قصصية، الفصل الثاني فيه وصايا الحراقة والمغتربين، الفصل الثالث فيه الحكم الشرعي من الهجرة، والفصل الرابع شروط الهجرة. أولا أنا لست كاتب ولست أديب، يعني ما زلت لم أصل إلى ذلك المستوى. الفكرة بدأت حين هاجر صديقي، نوجه رسالة للشباب الجزائري أنه الحرقة الغير شرعية ولا الهجرة بالبوطي ليست حل يعني كما يروها بعض الشباب. أنا لم أجد صعوبة في الكتابة لأنني كنت مغني راب سابق. هذا الكتاب لقب عليه في 2017 الكتاب الذي جعل الجميع يقرأ. المشاكل التي واجهناها حول العنوان هو أنه بتبادر للقارئ أو لأي شخص كان أن عنوان الكتاب هاجر فأنت لست شجرة، وأنه عنوان تحريضي يحرض الشباب على الهجرة، ولكن العكس، هو يعالج هذه الظاهرة بطريقة خاصة. أود أن أوجه رسالة للشباب الجزائري أن الشاب الجزائري شاب طموح وموهوب بالفطرة، وان يعني بغض كما نقولوا لي زوبستاكل اللي رانا نواجهوا فيهم هنا في البلاد علينا ان نكافح. ختام الثقافية مشاهدينا، شكرا على كرم الإصاء والمتابعه. تقبلوا تحياتي وتحيه الفريق الصحفي والتقني العامل معي طيله ايام الصالون الدولي للكتاب في طبعته 24. السلام عليكم.